سمي بأسبوع الإبداع، أسبوع الإبداع مع حصاد عام 2017 تحت شعار بالإنتاج لن نحتاج، والشعار ده مرفوع له عامين وراء بعض بالتوالي، أتمنى أنه يتطور للسنين القادمة بإذن الله. والشعار بأصل إحنا في المنظمة بنستهدف الأسر محدودة الدخل، سبحان الله بنلقى قبول من الدارسات وما شاء الله مبدعات تبارك الله زي ما أنتم شايفين. الاختيار بيتم كالآتي، أولا في دورات تدريبية حتم في المراكز التدريبية في مراكز التنمية الاجتماعية المتكاملة، بتتم الدارسة عبر استمارة، بتتملي استمارة فيها بعض البيانات وفيها موافقة من اللجنة الشعبية لأنه أغلب الدورة تتعامل فيها الأحياء. بعد ذلك بتخش الدورة التدريبية، في نهاية كل دورة تدريبية بنعمل معرض، يعني على مدار السنة بتكون في معارض لكن بشكل مسقر، في نهاية العام بيتم المعرض باختيار أجود الأنواع أو بالأجود أو بالأحسن أو بالمميز. وصراحة أنا ما أقدر أقول في كده لكن كل الدارسات معانا هنا مبدعة صراحة، والمرأة السودانية بصورة عامة هي مبدعة. تدوير الورق عملي ده بيشتغلوا في البيت طبعا، ايوه بيشتغلوا في البيت، بعمل يعني كتير ما هنا فازات جلد، فازات بتاع تدوير ورق، مطابق أسورة، يعني اي حاجه عندي فكره ان فيها الحمد لله ماشي كويس الحمد لله. بعدين المواد دي من الورق الجرايد، من الكرتون، بوهية غيره، بعدين الكريستال، دي الحاجات جريتر، دي الحاجات اللي بشتغل بها شغلي. أنا من بدري كنت أصلا بحب الطبيخ والمنتجات المعجنات والحلويات والحاجات، لما لقيت المنظمة استفدت منها كثير وتعلمت منها حاجات كثيرة ودرست فيها طريقة المعجنات وطورتها، يعني أكثر الحاجات اللي كنت بعرفها طورتها والحاجات اكتسبت خبرة جديدة، وفي حاجات ما كنت بعرفها والحمد لله عرفتها من المنظمة. وأنا ذاتي بقيت أدرس داخل المنظمة وبرا المنظمة، اشتغلت في حتات كثيرة برا المنظمة تبع التطوع العربي، اشتغلت في مدرسة الرميلة، اشتغلت في الشجرة وفي الحلة الجديدة داخل المنظمة برضو درست كثير والحمد لله.